اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا الدكتوره فينوس بولس، دكتوره في اللاهوت. اهلا بيك يا دكتوره، شرفتينا ونورتينا. شكرا. ميرسي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا وسهلا. الدكتوره فينوس كانت ليها تعليقات على اللي بنقوله احيانا، فاحب اسمع راي حضرتك فيما يتعلق بالاشياء اللي كان ليك عليها ملاحظات فيما قيل، بلاش نحدد اسماء يعني. هو الحقيقه انا مش حابه ان انا يعني افند اراء قد ما عايزه اقول لك ايه، ان احنا عايزين نتكلم ازاي نقرا، ازاي نتوصل للمعلومه بشكل متكامل. ده مش سهل وعايز مجهود وعايز تاخد الموضوعات من جوانب كتيره. بحس ان احنا ساعات نقرا باستعجال، ممكن نقرا بتجزيء الحقيقه، ممكن نقرا. لا، لازم نكون اكثر عمقا في ودقه ودقه في نفس الوقت. تمام، زي ما حضرتك بتقول. لكن انا مش عايزه افند اراء حد. القراءه السريعه، فتحت الانترنت علشان اقرا مثلا عن المسيحيه اللي بيسموها المسيحيه الصهيونيه. المسيحيه الصهيونيه اتجاه سياسي طبعا، مش اتجاه ديني. فكون ان انا اقول مارتن لوثر هو وراء الدولة الصهيونية، ده فيه خلط كبير. هو مارتن لوثر ما كانش بيحب اليهود، وكتب ضدهم كتير. ويعني شيء غريب ان انا اقول مارتن لوثر وراء الدولة الصهيونية. هو ايه التسلسل اللي وصل، اللي خلى نربط مارتن لوثر بالصهيونية المسيحية؟ ده زمن أساسا وده زمن. صحيح. مارتن لوثر هو اللي اتكلم على الإصلاح. والإصلاح ده شيء مهم جدا. مارتن لوثر اللي مش سمعنا ده معتبر، أنا بخاف أتكلم عنه، هي تتكلم عنه بقى دكتورة. لأنه أنا ما أقدرش أتدخل في مسائل إصلاحية دينية في ديانة أنا مش متبحر فيها. يعني أنا أحب، لكن بس أحب أدي فكرة للناس. مارتن لوثر ده مفكر كبير ومهم جدا، وعمل يعني فرع كده لوحده، ومرفوض من ناس كتير ومقبول من بعض الناس. صحيح. عشان نبقى فاهمين بس، انما الدكتوره بقى تتكلم عنه زي ما عايزه. فكره مارتن لوثر، ادي بقى فكره للمستمعين اخواننا المشاهدين على من هو مارتن لوثر. مارتن لوثر هو راهب كاثوليكي، كان فكره في الدين انه عايز يتفادى المصير المظلم والابديه التعيسه وكل ده، كان ده شغله كتير قوي. وخصوصا انه في وقت مرض شديد يكاد يصل للموت، فارتعب اكتر من فكره انه الجهنم. وخصوصا ان التفكير الديني السائد في الوقت دون، العذاب والمش عارف وشراء الغفرانات والكلام الكتير كان فكر فيه هو وحاول يصلح كل ده. الكنيسه كانت وقتها وما زالت بعض الكنائس بتعمل ده، انك انت تروح تستغفر وتقبل. هي كانت حكايه اكبر من كده بكتير. الايام لوثر كانت بتباع بفلوس. ما ده اللي كنت هكمله. ايام مارتن لوثر كان ان عشان تروح تاخد سك الغفران انك انت تمام، كانوا بيدفعوا فلوس للكهنه والقساوسه وحاجات زي كده، وكانت المساله فيها مشاكل كتير. عشان كده هو لما طلع بهذا الفكر رفض من ال مظبوط. انا قلت مظبوط. مظبوط. طيب. هو كانت القصه يعني يمكن اصعب من كده شويه. طبعا طبعا. يشتري الغفرانات وبغض النظر عن هو ايمانه هيتوب مش هيتوب. طيب. هو باع الغفران خلاص. طبعا بيشتري. خلاص. هو كان منزعج من الفكر دون. وعايزه اقول حاجه مهمه. اتفضلي. انه فكره الانقسام ما كانتش ورد على باله خالص. فكرة ان هو يبدأ طائفة جديدة ما كانتش ورد على باله خالص. وكان كاثوليكي صرف. هو لم يرفض حتى البابا والأفكار. هو رفض السلوك. هو رفض السلوك الحاجات ده اللي كانت داخلة على الإنجيل وعلى تعليم الإنجيل. وعلشان كده لما هو وضع ال 95 بند. أيوة. بتوعه على الكاتدرائية في ألمانيا،
احنا بالعربي بنترجمه احتجاج، هو ما كانش احتجاج، هو كان بالانجليزي بنقول ثيسز، يعني بنود، بنود، اطروحات. كتب في اولها انا بدعو المهتمين ان احنا نتفحص العقائد وندرسها، وهو كتبها باللغه اللاتينية. ليه بقى تحاشى ان هو يكتبها باللغة الألمانية اللي هي اللغة الشعبية؟ لأنه كان بيدعو الناس المثقفين المفكرين، يا جماعة تعالوا أنا شايف ان احنا ممكن في موضوعات تحتاج إصلاح وحاجات زي كده. ففكرة الانقسام، حتى تعبير البروتستانتية مش ما لا يخص لوثر ولا معتقدات لوثر، الفكر السائد طبعا. البروتستانتية جت التسمية منين؟ الأمراء اللي كانوا بينصروا أو اللي كانوا مقتنعين بأفكاره مارتن لوثر، بأفكار مارتن لوثر، احتجوا على أن البابا بيقيد حركة الكنائس الإنجيلية أو كده، ولما وصل لهم القرار قالوا إحنا نحتج وي بروتست، فاللي احتجوا الأمراء جاي يعني من هنا بروتستانت يعني. شوف يا استاذ محمود انا عايزه ايه، نلعب لعبه بازل كده يعني. يلا نلعب ببساطه شديده كده، ان احنا لما بيبقى معنا صوره بازل، البازل بيتكون من قطع، ما بتتكونش الصوره كامله غير لما اكمل الحاجات كلها، القطع كلها تتعشى في بعضها. انا لو عندي جزء من الصوره انا عندي معلومه، انا مش بقول غلط لكن مش كامله. فإذا مارتن لوثر لم يكن وراء الدولة اليهودية بالتأكيد وبالقطع يعني. اللي حصل بعد كده في عصرنا إحنا الحالي هي حركة صهيونية سياسية. تقرأ الكتاب المقدس قراءة حرفية لتقول إنه لابد من رجوع الشعب الإسرائيلي لفلسطين، ثم طبعا في تمويل وسلاح وكل القصص. هذا مختلف تماما عن ان احنا نقول انه الفكر، فكر هذا الرجل وراء دولة. دي نقطة. النقطة الثانية كمان، نقرأ الكتاب المقدس او الانجيل باستعجال شديد، فنقول ان السيد المسيح ألغى العهد القديم. العهد القديم فيه تعليم، هو ايه فكرة الكتب المقدسة؟ مش فكرة تعامل الله مع البشر، مع الإنسان، تمام؟ في العهد القديم ده فيه تعاليم طبعا، وفيه نصوص في منتهى الرقي. العهد القديم احنا بنسميه التوراة، التوراة، والعهد الجديد هو الإنجيل. الاسم صح، اسمهم الكتاب المقدس مطبوعين مع بعض في بعض الكتب في بعض الأحيان، الإنجيل لوحده والتوراة لوحده، لكن في كتاب اسمه الكتاب المقدس في التوراة ثم الإنجيل. الاسم الصحيح على فكرة هو التوراة، لأنه لما نقول عهد قديم وعهد جديد كأنه أشياء الله عنده. بس دي كتب أنا بقول إنها موجودة كده، موجودة يعني، أنا بتكلم على كتب موجودة وأنا قريتها يعني. في كتاب اسمه الكتاب المقدس في الاثنين، وفي الإنجيل لوحده وفي التوراة لوحده. ده كلام مظبوط، ده مظبوط 100%. والفكرة انه الله ما كانش عنده خطة ألف فراح غيرها وعمل خطة ب، عشان اقول انه المسيح ألغى العهد. هو المسيح ألغى ايه؟ ألغى اللي ما أضيف على التوراة من كتابات زي ما اللي احنا بالتعبيرات المعاصرة اللاهوت او الفقه، اللي فيه تزيد وفيه نوع من تحويل النص الى حرف يقتل. تمام، زي ما حضرتك بتقول أكتر من مرة إن الخبرة الإنسانية واحدة ومتشابهة في أديان كتير وفي خبرات إنسانية كتير، وده هو اللي حاصل يعني. أنا عندي العدل أو التوراة زي ما حضرتك بتقول، تمام، يتكلم عن الظلم ويتكلم عن إرساء العدل ويتكلم عن موضوعات كتيرة. بس هو في دكتورة رأي بيقول، ده مش رأي بقى الدكتور وسيم، ده رأي من قراءتي يعني، انه التوراة جاء بتشريعات، ثم جاء سيدنا عيسى عليه السلام وعدل في هذه التشريعات تشريعات، ثم جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأضاف تعديل آخر في التشريعات. تسلسل كده يتناسب مع تسلسل الحياة. فإحنا هنتكلم عن بالظبط يعني، سيدنا عيسى عليه السلام جاء بالتوراة بالإنجيل،
فعدل في تشريعات سيدنا موسى كانت اكثر رحمه وانسانيه. بالظبط كده. مش حضرتك عايز تقول كده برضه؟ منين جت القسوه وعدم الرحمه؟ من الاضافات اللي حطها الناس اليهود اللي حولوا. يعني انا هقول لك على حاجه، في واحد اسمه بان اسمن، ده راجل ايجيبتولوجيست متخصص مصريات، واتكلم ليه كتاب هو موجود من كتب القراءة للجميع. عن اسمه ايه حضرتك؟ بان اسمن عن الحضارات، والحضارات قامت كيف قامت والكلام ده كله، وليه أفكار جميلة جدا. ما هو يعني الراجل ما بيتكلمش في الدين، هو بيتكلم على انه العهد القديم أو التوراة في جزء، مثلا خلينا نتكلم على مثل عملي عشان توضحي للناس أكتر. لما الله بيقول للناس اللي بيعبدوه، أنا عايز أستعمل تعبيرات بسيطة، الناس اللي بيعبدوه اللي عايزين يكونوا قريبين من اللي هو أساسا عايز يقرب لهم قبل ما هم يقربوا له. صحيح. الكلام بتاعي اكتبه وحطه على معصمك وعلى جبهتك وكلام كده. هل الله يقصد اني اكتب الكلام واروح؟ طبعا. هو هذا اللي حصل في الممارسه اليهوديه، انه ولغايه دلوقتي لو شفت صور او افلام جنب حائط المبكى وكده هتلاقيهم. في ناس خدوا النص بظاهره واتعاملوا معاه على فكره احنا عندنا كمان في المسلمين في ناس كده صحيح في كل الاديان، وزي ما انت بتقول الخبره البشريه، يعني عندنا في المسلمين في ناس خدوا الحاجات بالظاهر، يعني الله له يد يبقى ليه يد. لا قلنا ما ينفعش الكلام ده، بس في ناس للاسف القراءه الحرفيه للنصوص، واللي انا عايزه فعلا ناخد منه كده خبره لينا في حياتنا المعاصره، انه لا، القراءه الحرفيه معناها قتل النص الدين، وده اللي كان برضو من دور الاصلاح، انه لا نقرا حرفيا. طبعا الدكتوره بتقول قتل النص يعني تجميد النص في المعنى الظاهر، في المعنى خلاص الظاهر. يبقى خلصت الحكايه، لكن الكتب المقدسه جمالها وروعتها في ان النص يتجدد في معانيه. النص يتجدد في معانيه، النص لما اقراه قراءه صحيحه يديني رؤيه جديده لله والانسان والمجتمع. تمام يا دكتوره. لان مش الله المتغير. لا طبعا. مين المتغير؟ لا احنا البشر. طبعا الحياه بتتحرك الحياه تتحرك. صحيح. اخد رؤيه اعمق، ارجع للنص بشكل مختلف، انا ما كنتش فاهم ده بقيت فاهم ده، وهكذا. لازم من التجديد في القراءه. ده شيء لا يخيف اطلاقا، بالعكس، واما هجمده. طيب. فاحنا كنا بنقول على انه القراءه بالشكل ده هي اللي مطلوبه دلوقتي، هو اللي كان بيحكي عنها الاصلاح، ان احنا نقرا النص ليكون للحياه، ليتفاعل مع البشر، ليتفاعل مع الانسان. مظبوط. ليكون يعني مثلا هو لوثر لما حط ال 95 بند كلها بتتكلم على انه المحبه هي اللي تخلي الانسان يحب اكثر ويقترب لله اكثر. صحيح. الغفرانات والاشياء اللي احنا مركزين عليها، وتبقى المواعظ في الغفرانات وفي السكوك اكثر من الكلام على الله. هو حتى مارتن لوثر قال انت عايز الغفران كلمه، هو يدي لك الغفران على طول، وهكذا. دي مفيش حاجه اسمها واسطه بينك وبين ربنا. مش ده قال كده بالظبط؟ ده صحيح. هو قال انك انت عايز الغفران اطلبه من الله هو يديهولك. وال 95 بند بتوعته نقدر نلخصهم، هو لخصهم في 5 نقاط اساسيه. تقولهم لي من فضلك؟ اقول لهم. طيب. لك هي الكتاب المقدس وحده. يعني انا التزم بما يقوله الله لي في الكتاب المقدس. دلوقتي حضرتك بقى بتقولي الكتاب المقدس، يعني احنا بنتكلم على التوراه والانجيل. بالظبط. يعني مارتن لوثر كان رايه ان الالتزام بالكتاب كله، بالكتاب الكتابين كله. مع بعض. شوف هقول لك على حاجه، الحكايه دي راحت وجت مع المصلحين بشكل مختلف. وده شيء طبيعي، ده طبيعي. طبعا. الايمان وحده. نمرة 2، الإيمان وحده، لأن هو لما تصارع الواحد الكتاب المقدس، الكتاب المقدس 2 الإيمان، الإيمان وحده، لما تصارع مع نفسه هو شخصيا ولقى أنه
مفيش فايدة. طب مهما عملت مفيش فايدة، ما هو زي ما هو بيقول النادم نو ندم مطلق غير موجود. أنا في وقت أنا فحس إن هو محتاج لرحمة الله. صحيح. الإيمان هو اللي، الإيمان هو الأساس، الإيمان بالله هو اللي يعمل في قلب الإنسان ويخليه يلتفت لله أكتر من الالتفات لأي شيء تاني. مزبوط. النعمة وحدها الرقم ثلاثة، النعمة اللي الله بينعم عليها علينا كبشر. الله يعني أقول إيه؟ الله يحب البشر، الله يريد خلاص طبعا. البشر، الله يتقرب للبشر. مش الله بيصعب المشوار على الإنسان ويدخله وقاعد يراقبه في متاهات ويتوهه زيادة. هو ده اللي توصل له، لأنه هو في الوقت ده ما كانش فيه، على فكرة فيه برضو من المفاهيم السائدة أن الكنيسة كانت بتحرم قراءة الكتاب المقدس. هي ما كانتش بتحرم قراءة الكتاب المقدس، لكن هي ما كانتش تحب ما يسمى بالعلمانيين ان هم يقرأوا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس للمتخصصين. شايف ازاي الديلمة ماشية؟ يعني دي حاجة صعبة يعني اللي احنا عايشينه في ايامنا دي. من الذي يفتي في الدين؟ من الذي يقول في الدين؟ هل المتخصص ام الباحث المتعمق؟ وعشان كده الخبرة الإنسانية زي ما حضرتك بتقول هي خبرة واحدة قريبة من بعض، وكمان عايز أقول إنها واحدة وقريبة من بعض وفي نفس الوقت بعيدة تماما عن بعض. الاثنين موجودين إزاي؟ طب إيه؟ طب اتفضل. أنا لما أتكلم في العقائد، وده اللي مش هدفنا النهاردة في الكلام عنه، دي حاجة تخص كل ديانة، كل ديانة وكل ديانة تحترم عقائدها وليست مجال نقاش. لكن في المشترك أكبر بكتير من المختلف عليه. صحيح. الخبرة البشرية صحيح. في الأديان قريبة من بعض. فعشان كده لما اتكلمت مثلا عن مزمور داود و كلام أخناتون عن الله، مش القصة من الذي أخذ من من. هي أصل دي كلها محاولات يعني تظبيط الأشياء، يعني ده مش أكيد علميا خالص، ولا يعني ده كله كلام يعني أفكار. يعني أخناتون بيتكلم عن الله عشان أخناتون يتكلم عن من أوائل الناس اللي قالوا وصاحب بالتوحيد. المزمور يتكلم عن الله. فالشيء الطبيعي أن يكون فيه تشابه طبيعي، لأن الخبرة واحدة. خبرة الإنسان مع الله فيها تشابه، فيها فكرة واحدة، وبعدين فيها تفريعات، ما هياش أشياء تفزعنا. ويمكن عشان كده أرجع لحكاية بان أسمن اللي ما كملتهاش. فبان أسمن بيقول أنه فكرة ربط كلام الله على اليد وعلى الجباه علشان في فارق بين الذكرى والتذكر. الذكرى حاجة بنكررها بلا تأثير على دواخلنا، لكن التذكر بيأثر على داخل الإنسان. الله كان يقصد بربط الكلام إنك تعيش فيه، يأثر على أخلاقياتك، يأثر على علاقتك بيه، يأثر على علاقة الناس صلة ببعضك. صلة متصلة ما تنقطعش، ببساطة جديدة علاقة. علاقة الله عايز يوصلها بالإنسان ليه هو. وعشان كده الإصلاح في بساطته الشديدة رجوع لبساطة المفهوم الأصلي. وعلى فكرة مارتن لوثر يقترب كتير جدا من الآباء الشرقيين، وقرأ كتير ليهم، وكان من آرائه أن الكنيسة الشرقية يجب أن تحترم. دي وقفت ضد اضطهادات كتير وحاجات زي كده. طبعا في البداية الكنيسة عملت شغل وعملوا يعني أنا كان رأيه في الأديان أنه دع كل دين يعبد كما يريد. الشيء الجميل في الإصلاح فكرة إعلاء العقل. وأنا بتمنى أنه كتاب الدكتورة فريال حسن خليفة يعاد طبعه. الكتاب ده الست دي شرحت فيه حكاية أنه الدين مكون أساسي من ثقافة الشعوب، مكون من الوعي الاجتماعي. ما أقدرش يعني إحنا ما نقدرش نعزل الدين هنا، السياسة هنا، الاقتصاد هنا. فدي كلها الست بتشرحها إزاي أن الإصلاح أساسا جاي في وقت
كان كل ده بيتفاعل مع بعضه وأدى إلى هذا الإصلاح، الإصلاح اللي وصل لإعمال العقل اللي وصل للتنوير. شوف إزاي إن إحنا كل ده مع بعضين ما نقدرش نعزل. طيب حاجة تاني مثلا نتكلم عليها، أنه لما نتكلم عن المسيحية في مصر نختصرها في إيه؟ أن المسيحية في مصر لما دخلت مصر كانت مقبولة لأنه الديانة المصرية القديمة فيها ما يشبه المسيحية، طبعا فيها نفس القصة القديمة. ما أقدرش أقول أن ده مش صحيح، ولكن ليس ده اجتزاء للموضوع أن بس عشان كده المسيحية قبلت في مصر. لا طبعا يعني لا، بس كأنهم عندهم فكرة، عندهم حاجة كده. يعني أنا مش عارفة قد كده الحكاية دي، ممكن تكون ممكن تكون، بس كل دي أبحاث. ولكن الفكرة أنه ودراسات كبيرة، يعني دراسات مهمة، أنه في الموضوع ليه كذا جانب. دي فكرة لعبة البازل اللي أنا بقول لك عليه، لازم أكون الفكرة بشكل متكامل. أنا مش هقدر أقول أني هجيب القصة بيرفكت 100% أو أنه أنا صح وهطلع الغلط. لا، المحاولة يجب أن تكون جادة. اللي أنا أقصده أن المحاولة يجب أن تكون جادة. يعني هقول لك على حاجة، ما قيل مثلا أن الغنوصية في مصر حاولت تقنع المسيحيين أنه الديانة المصرية القديمة وثنية، الموضوع مش بهذه البساطة، لا خالص. لا طبعا، ده في تفاصيل كتير وقصص كتير، والغنوصية دي عالم كبير. أولا الغنوصية عالم كبير صحيح، وعلى فكرة الغنوصية فكر يحترم، ما هوش فكر يعني لا مرفوض أو كده. ولكن اللي حصل بالذات في يعني أنت قد لا تقبل الفكر، ولكن يعني تقدره وتسمعه. مصر اللي فيها المدرسة الإسكندرية، صانع اللي بيقولوا عليها صناعة الحضارة والدين والفلسفة، ها في الوقت ده، في وقت دخول المسيحية، لأن المدرسة الإسكندرية تكلم عن مكتبة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية هم حاجتين. مظبوط بدأت قبل دخول المسيحية. مظبوط. وبعدين اصطدمت المسيحية بالفلسفات، ومنها الفلسفة الغنوصية. مش الغنوصية هي اللي قالت للمسيحيين المصرية المشكلة بين المسيحية ما كانتش مع الوثنية على فكرة والأديان القديم. طيب، مع الفلسفات. طب خلينا نتكلم على فكرة الفكرة الأصلية، وهي أن الديانة للجميع، يعني الله للجميع. الله للجميع، صحيح. عرفت تكلمي عن الإصلاح اللي حصل في الغرب وتأثير هذا الإصلاح هنا، لكن إزاي دكتورة متصورة انه ده يصل الى عقول الناس؟ بالظبط، لانه كده في السنوات الاخيره، الخمسين سنه الاخيره، او قولي اكثر من كده، او نقول الاربعين سنه الاخيره، حصل دخول اصوات مش بتاعه المصريين، واشتبكت مع الناس وتركت اثر عند بعض الناس، فحصل نوع من الخلط كده وعدم الفهم الحقيقي. صحيح. ازاي نقدر نوصل للناس اللي هو دلوقتي احنا بنسميه تجديد الخطاب الديني، سواء كان مسيحيين او مسلمين، احنا الاثنين واحد. انما ازاي الحكايه دي، ازاي نقدر ده؟ صحيح، ده شيء مهم نفك جدا، هذا الاشتباك. ويمكن كل اللي احنا بنتكلم فيه عايزين نصل لده على اساس انه احنا نستفيد بيه. تمام. يعني تجديد الخطاب الديني او تجديد الفكر الديني، والديلمة اللي ماشي يا ترى ينفع يا ترى ما ينفعش يا ترى، عشان كده بنقول في خبرات سبقتنا كده في الكلام ده. عارف، حتى لو ما اتكلمتش على الإصلاح في الغرب هتكلم على الإصلاح في اليابان. وعلى فكرة دي خبرة مهمة لازم نرجع لها. إصلاح في اليابان؟ في اليابان. اليابان؟ يعني نعم، في كتاب لا صدق. استنى، حكاية اليابان دي عايزة لها فاصل. اليابان داخلة في الإصلاح ده؟ طبيعي طبيعي، الخبرة البشرية اللي حضرتك بتقول عليها المتشابهة موجودة، بس احنا للأسف دايما متجهين للغرب. مش فكرة عنها خالص، أحب نعرف بقى المعلومات بعد الفاصل من الدكتور. طيب بعد الفاصل يا دكتور. عودة مع دكتورة فينوس بولس، دكتورة في اللاهوت، وكانت بتدينا فكرة عن ازاي نعمل عملية الإصلاح، ازاي نقرب المسافات، ازاي نلم الدنيا على بعضنا. فقالت في تجربة في اليابان. الكتاب اسمه الثورة والإصلاح في اليابان. يعني العنوان فعلا ظريف، بين الثورة والإصلاح. مش ثورة
وخلاص ونطلع. والكتاب الثورة لازم تعمل إصلاح، ثورة وإصلاح. العنوان ثورة المفروض ثورة يعني. والإصلاح في اليابان، وكاتبينه ناس يابانيين ومترجم للعربي. فاليابان دي اللي هي تكاد تكون نادرة الموارد، مفيش عندها موارد على فكرة، وبعدين خلصت في سنة 44 خلصت مثلا. ازاي خلصت يعني، كانت انتهت ازاي تنهض تاني؟ كان عندها المشاكل الدينية، وكان عندها مشاكل الإقطاع، وكان عندها مشاكل ناس عايزة تسيطر على البلد. ازاي حلت كل ده؟ يعني دي تجربة، خبرة يجب أن نستفيد بيها، نشوف ازاي احنا يعني كمان قفزت في كل هذه الأشياء وأصبحت دولة من الدول الكبيرة. والكتاب العظيمة بيحكي عن الخطوات اللي صارت فيها، كيف تعاملت مع من يريد للبلاد التخلف، كيف تعاملت مع الفكر الديني اللي رغم هو مش سماوي ولكن نفس القصة، فكرهم الديني يعني اللي بيحاول يثبت أصوليته ووجوده ضد أي إصلاح وهكذا. هذه يعني تجربة. احنا يعني مسلمين ومسيحيين موافقين جدا على الفكر الديني، يحاول دايما يستقر ويحاول دايما يدافع عن نفسه، لكن في حاجة اسمها تطور. هو يدافع عن نفسه ليه؟ ما يجبش ان يبقى في تصادم بينهم. هو ما يدافعش عن نفسه ولا يدافع عن الله يعني. لا ربنا مش محتاج. الفكرة فكرة بسيطة أبسط من كده بكتير. لا يعني والله عايز حد يدافع عنه كان. لا يعني الله لا يكلم نفسه على فكرة، الله يكلم البشر في الكتب السماوية. صحيح. ازاي نعمل علاقة يا جماعة؟ تعالوا نعمل علاقة. الحتة دي اللي بتقولها الدكتورة دي انا كنت قلت لحضرتك عليها كتير. هل فكرت وانت بتقرأ سواء الانجيل او القرآن الكريم ان ربنا بيخاطبك انت، بيكلمك انت، لان ربنا بيخاطبك مباشرة يعني بيكلمنا وبيعلمنا. فانت لو انتبهت لانه الله يقول لك لكل واحد الكلام ده. كتبت حاجات عن أسفار في التوراة، عن ملاخي، وعن سفر اسمه ملاخي وسفر اسمه حبقوق. تتصور حضرتك أن سفر ملاخي يتكلم عن إيه؟ هذا النبي يتكلم عن وقت السبي المعروف، واليهود أخذوا وأخذهم الأشوريين والبابليين، بعض منهم استقر في أورشليم ولم يخرج من أورشليم، البعض الآخر سبي ويعني أخذ كأسرة وبعد كده رجع تاني لأورشليم. القدس. القدس. اللي حصل شوف بقى اللي احنا بنقول عليه التعددية دلوقتي ونقول عليها صدام الثقافات وكده. والسفر يتكلم يا جماعة يا اللي انتوا في أورشليم ازاي تقبلوا الناس اللي جم بخبره جديده وحتى خبره دينيه جديده، لان عاشوا في جو مختلف. دول مصرين على رايهم ودول مصرين على رايهم. يا جماعه لا، ده في حاجه الصدام المعتاد، الصدام عهد الله، هم اللي هو اللي يربطكم مع بعض وتستفيدوا من خبرات بعض. هو مش بيقول ده حرام وده حلال. الصورة دي لازم نطلعها من دماغنا. الله بيعلم البشر كيف يعيشون. حبقوق يتكلم عن حاكم ظالم وعن هجوم جاي من شعب ظالم، واقف يقول لربنا إلى متى؟ هو إيه اللي فيه؟ هو إيه اللي بيحصل؟ طب نعمل إيه؟ عارف إزاي؟ هو بيكلمه كده. والله بيقول له اعرف ان الظالم سيقهر، اعرف ان الاغنياء اللي في البلد اللي يفكروا على مخادعهم بالظلم ظلمهم هيحيق بيهم، اعرف انه كل المظالم دي ليها يدي فيها، زي ما بيقولوا كده في اللغة يد الله في التاريخ. الله مش بره التاريخ، ما تخافش. لا طبعا. فاذا بي يفكر هو نفسه ايه ده، ايه ده انت عملت كذا وسويت كذا، ايه ده انت حتى لو يحصل ايه انا عارف انك انت. طب ده كلام جميل قوي، احنا قربنا نخلص الوقت، بس عايز اوصل لحضرتك بقى نرجع للسؤال الاصلي. ازاي نقرب المسافات نتيجه الوساوس اللي دخلت الوساوس اللي دخلت فينا. على فكره انا مش بتكلم على مسلمين بس او لا لا لا، وعشان كده عايز اقول لك ان الإصلاح إذا كان حتى إحنا يعني عندنا إنجليين في مصر ما زلنا نعاني من استيراد فكرة ليست نابعة من داخلنا. إحنا يعني
لا نستطيع ان نقول ان احنا اخذنا الاصلاح الغربي بشكل ما. عندنا ما زلنا زي ما انت حضرتك بتقول كلنا كمسيحيين ومسلمين محتاجين للاصلاح. صحيح. محتاجين للتقريب اللي انت بتقول عليه ده، لان هو الوسط لما جه يصلح كان المجتمع كله في حركه اصلاح. يعني نصر ما وقفش كده وقال ايه في فساد وانا ههاجمه وبعدين، لا، قبله كان في مصلحين مش كده؟ طبعا. لكن ما قدروش يعملوا حاجه لان المجتمع كانش جاهز للاصلاح. اللي بتقوله الدكتوره فريال بقى ازاي انه كل السياسه والاقتصاد والدين وكل ده تفاعل مع بعضه وادى الى الاصلاح. جه المجتمع في وقت قال مش يا ريت نصلح، لا ده احنا لا مفر من الاصلاح. لان الـ الاقتصاد بدا ينهض ويتقدم، الامراء اللي هم في البلاد دي بداوا هم كمان يفكروا، زهقنا من السلطان اللي الفلاح نفسه بدا يزهق من استغلال الـ الاقطاع وكل ده. كانت حركه مجتمعيه كلها على بعضها زي اللي حصل عندنا دلوقتي. وهي بتقول بما ان الدين مفرد من مفردات الثقافه الاجتماعيه والوعي الاجتماعي فهو بيتحرك مع نفس الحركة المجتمعية. النهاردة عندنا نفس الحركة المجتمعية. يا جماعة احنا نقدر كلنا مع بعض نفكر في اصلاح يناسب. على فكرة انا مش بقول خصوصية، ما فيش حاجة اسمها خصوصية خالصة. في خصوصية لكن ما فيش خصوصية خالص. الثقافات والخصوصيات تتفاعل مع المجتمع بعدها. المجتمع كله مع بعضه ليه خصوصية. عشان كده أنا هرجع للي كنت بقوله من الأول إنه لازم نكون لعبة البازل نكملها الفكر. وعشان كده أنا هختصر بشكل كيف نصنع الإصلاح. من فضل. بالظبط. إحنا دلوقتي لازم نشوف الأفكار جات لنا منين، إيه الدخيل علينا، ايه اللي يتماشى ويناسب ما قاله الله لينا. لان في فكر دخيل في كل الاديان وفي كل الازمان وكل وقت في فكر وفي دخيل وفي كل وقت. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه اللي يتصدى للاصلاح هنا، اللي يتصدى للتصفيه وتنقيه لازم يكون شجاع، عنده جراه، عنده قدرة على الدراسة. والنقطة الأساسية إنه هذا الإصلاح اللي بدأ من تصفية والتنقية وتناولوه ناس أكفياء، مش هقول متخصصين على فكرة، هقول دارسين متعمقين عندهم قلب على البلد دي، شو يصل بقى للقاعدة الشعبية. هي دي بقى، هي دي المشكلة. إن لم يصل للقاعدة الشعبية مفيش. وهذا هو ما حصل في الإصلاح الغربي. إنه هو الراجل قال يا جماعة في أخطاء معينة لازم نصلحها، ولم يصطدم بالكنيسة زي ما هو متوارد، ما تردد. ولم يرفض بالعكس خالص، هو ده ظل كاثوليك لغاية صحيح ما توفى الراجل. يعني ما كانش صدام، ما كانش زي ما حضرتك بتقول انت صح وانا غلط. لا احنا، وعشان كده جاء الاصلاح المضاد، بمعنى ان نفس الكاثوليكيه بعد كده فكرت في الاصلاح. كمان الاصلاح يا استاذ محمود مش بين يوم وليله. لا طبعا، انت بس تحطي خطوه ويكمل. قبليه بخمسين سنه كان في ارهاصات اصلاح، لما المجتمع زي وضعنا دلوقتي بدا يشعر بان الاصلاح حتمي، تفاعلت الظروف مع بعضها ولم يتم كل شيء بين يوم وليله. طيب في تصورك بقى باختصار في جمله كده، ايه اللي ممكن ياثر في الناس نقوله عشان يفهموا ان الاديان دي كلها ليها روح واحده، يعني ليها كلمه واحده، يعني الله كلمه، فكلمه الله في كل الديانات دي، ازاي نوصل لهم الرساله دي؟ اولا يعني احنا عايزين ايه المطلوب مننا كلنا؟ طبعا وقت مفيش كلام، بس لازم يتحط برنامج. يعني جاليليو اللي جه بعد لوثر ب 20 سنه ما زالت كانت الكنيسه بتصطدم بيه. طبعا شوف بعد لوثر وبرضه كفروه كل ده، بهدلوه. فاحنا عايزين وقت، عايزين علشان هقول لك على حاجه تلخص كل ده. عايزين اصلاح الاصلاح باستمرار. الاصلاح ليس حدث ولكنه حالة.
بمعنى ايه؟ ومتجدده. الدكتور تقصد انها طول الوقت انت على طول طول اولا اصلاح طول وبتنقي وبتصفي الحاجات اللي جايه من هنا واللي جايه من هنا واللي جايه من هنا. عايز ناس بقى تكون تحمل هذه الرساله تديها كل اهميتها. انت انا رايي يا دكتور انا عايز الناس مصدقه اللي هي بتعمله بس، عشان انت لما تكون مصدق اللي بتعمله الناس هتصدقه على طول وتوصلوا للقاعده الشعبيه. وبعدين احنا عشنا فيه دلوقتي، احنا سنه 1440 هجري، عشنا فيه 420 سنه في هذا الوئام. يعني 1420 سنه عايشين في هذا الوئام. لازم نرجع لخبرات ايجابيه كمان، صحيح، مش لازم بس نقعد نفند اراء بعضنا. في خبرات زي ما حضرتك بتقول، في خبرات ايجابيه كتير طبعا. هو نزع الخوف من الناس كمان، انت يا اما تتبعني كده يا اما هتكون. وعشان كده لما فريال بتقول اعمال العقل، سلطه العقل في فحص النص الديني، صحيح، يؤدي الى الانفتاح ويؤدي الى عدم الخوف ويؤدي الى وجود رؤيه جديده. كل ده عايز ناس تقوم بيه. يعني باختصار عايز اقول لحضرتك انه اذا كنت فاهم قول رايك، اذا كنت مش فاهم ما تهاجمش حد. شوف يعني هقول لك على يعني مفيش داعي ان احنا، يعني هي زي ما بتقول الدكتوره البازلز، ما دام مش عندك كل القطع يبقى استنى بقى مش هنقدر نقول الراي، انما لو عندك ركبها زي ما انت عايز. ومفيش حاجه صح وحاجه غلط، مفيش حاجه اسمها ده صح كده ده غلط كده. في مناقشه الاراء، في اذا 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 شايف ان انا قادر امشي معاك للاخر واقتنع بالكلام ده وهبحث معاك ماشي. مش شايفه ان ده مقتنع بيه، مش معناها انك انت هتبقى انا الكافر وانت كل حاجه خضع في لا طبعا. كل واحد يعني كل واحد هل هنا تقول بقى نظام التعليم ونظام مش عارف الاعلام يا جماعه، عدي ولا حدث ولا حرج. الاعلام هنا دوره اساسي برضه، الاعلام دوره اساسي في كل حاجه، لان دلوقتي ثقافه الناس وكل لا ده في العالم كله مش احنا طبعا. الاعلام كل حاجة، الاعلام اذاعه وتلفزيون وسينما وكل حاجه ده اعلام. اي حد بيقول لك حاجه هو المؤثر النهارده، وده دور مهم. صحيح، يعني اللي حضرتك بتعمله ودايما انا معجبه بيه، ده من حسن حظي يا فندم، انك انت خلاص تخطيت فكره السلبيات والرغي في مش عارف مين عمل في مين ومش عارف، بدات تعطينا نماذج ايجابيه لا تستهين بهذا ابدا. اشكرك. النماذج اصل هي يعني هي النماذج اللي بتشرفني وموجوده في الشارع طول الوقت. خلينا نتكلم على ناس بتكافح، خلينا نتكلم على ناس ايجابيه، خلينا نقول ولا شغله بالها بالحاجات دي، مش مهملها، لكن هي شايفه ان الله للجميع والله بيحبنا كلنا، والمفروض ان احنا ببساطه الايمان اللي احنا عايزين نرجع لها، المشترك بيننا بين الاديان، بين الخبره الانسانيه في مشترك. ليه؟ مشتركات وعلى فكره المشترك اكتر من الاختلاف، المختلف عليه. صحيح، يمكن تلاقي ناس لاهوتيين كتير بيكتبوا في ده دلوقتي كتير، وكمان في كتابات إسلامية كتير. يعني أنا استعملت ده في رسالتي من الجانبين، إنه في حاجة يسموها الدين من داخل والدين من خارج. الدين من داخل المعتقد لابد يكون فيه خلاف، وده شيء يحترم، وكل واحد الدين حر. من خارج اللي مشترك اللي بيننا ننميه. صحيح، هذا جانب تاني من سؤال حضرتك، إزاي نخفف من غلواء الاحتداد اللي موجود ده. احتداد واهي، والله واهي ملوش اصل. في لو بصيت فيه كويس مش هتلاقي لي اصل. في مصادر تغذيه يا استاذ محمود، ما تنساش في مصادر تغذيه. صحيح، ومقصوده، يعني ما يشبه مثل مجرد. صحيح، حركتيني. في مصادر تغذيه، قنوات ضخمه، يعني يا ساعات نقول لان المصريين راحوا السعوديه لا ده الموضوع اكتر من كده بكتير، اكبر من كده، والغرب كمان يغذي هذا. كل ده لازم ننتبه له. طبعا يا دكتوره ما تقصدش المملكه السعوديه، لكن هناك في فكر زي ما عندنا، بتكلم برضو على الكلام الشائع، في افكار الأفكار. في افكار في كل دوله ممكن تجي لك من دوله هنا ولا هنا، لكن ده ملوش علاقه بالدوله نفسها. الافكار الشائعه اللي هو اساسا كان موضوعنا انه اتكلم دكتور وسيم. اقترب بالله بتاعي يا اخي من اخيك. اشكرك يا دكتور. العفو، الف شكر حضرتك. كل سنه طيبين. غطس بكره، الدنيا هتمطر بكره ان شاء الله. ان شاء الله. صباح على خير.